فيه مفوض قضائي. واش مفوض قضائي شي حاجه كتمس السمعه اللي هو ما رضاش به؟ هذاك راه مؤسسه قانونيه كيدرسوها لينا. هذه من باب لف باللفظ وبالمس وبالهمس، جميع اركان التحرش متوفره. يعني اي حاجه تصور لكم على البال دارت مع الاستاذ وفي وسط الفصل وامام الطلبه، للاسف امام الطلبه كنقولها بصوتي عالي، كنقول لهم تحروا الطلبه وقولوا من منكم ما تحطش عليها اليد. من منكم ما تحطش عليها اليد. ملي كيشهدوا انه ما تحطش عليهم اليد، وملي كنتصل بهم بالهاتف ديالي بيني وبينهم كنقول لها نهار اللي حط عليك انت كتقول لي اه، كنقول لها شنو هذيك، عندي تسجيلات ديالهم، كتقول لي انا ما اعتبرتهاش تحرش، انت ما اعتبرتيهاش تحرش، ولكن هو راه تحرش وكاين ما مزقل حتى وحده. الرجال كيتحرش بهم بطريقه خاصه ديالو، يجيبوا له النوامر للبنات بحال هادشي، اما النساء جسد. انا قريت معاه، انا بديت معاه في 2017، هذا العام ديالي الثاني ان شاء الله، قريت معاه جوج مادات. انا ما خليتش حتى لدابا، هذا هو المشكل. انا نهار في شهر 12 في 2017 كانت عندي شكايه محطوطه لدى الاداره. الاداره شفويا عيات ما تدوي مع هذا الاستاذ. تقولوا راه جات طالبه ما مره ما جوج ما ثلاثه، احترم نفسك. ولكن هو ملي شاف انني انا ما تكلمتش زادت ماذا قال لي عمره ما غتكلم. وملي افاض الكاس هي الطريقه اللي شد فيا وبغى يدخلني للبيرو صحه، وكملوا من راسكم اش غيدير لي في البيرو. وبالنسبه للعائله ديالك كيفاش؟ العائله ديالي كل التضامن، الاب من لا العائله الكبيره ولا العائله الصغيره، كلهم متضامنين، كلهم معايا ضد التحرش، عائلتي كلها واعيه والحمد لله. خامس ذلك الزوج ديالي في جنبي لصالحي واقف، رغم انه ما كانش كيعلم هذه الحقائق حتى الدقيقه الاخيره، لانني كنت خايفه، كان عندي تخوف، لان زوج حنا كنعرفوا حنا مغاربه غادي تقولوا بحال هاد المسائل، غيتاخذ جوج قرار، ما غيتاخذ واحد القرار غير في صالحه وفي صالح العائله، واما غادي يقول لك جلاس ولا ما كتعرفش شنو كاين. كان التخوف ديالي ان هاد السيد عملت شكايه للاداره لعل وعسى يخاف ويدخل سوق راسه، ولكن هو كما كيقول دو نفوذ ودو جاه، وما احترمش حتى الشرطه يجي لعندهم في الوقت المناسب، بقى يحترم الطالبه وما كيحترم حتى شي واحد. دابا هو بين يد العداله وانا واقفه قدامكم، والراي العام يحكم والعداله تقول كلمتها. لمياء بن حسين.